وما حكم الدين في المرأة التي تصر على أن تصوم وعليها الدورة الشهرية مع العلم أنها تقضي هذه الأيام فيما بعد؟ بعض ذوي الأعذار الذين يجوز لهم الفطر يجوز لهم أن يصوموا وإن كان في الصوم مشقة وليس عليهم القضاء، لكن المرأة في أثناء الدورة لا يجوز لها أن تصوم حتى لو كانت قادرة على الصيام، فيحرم عليها ذلك ولا يصح منها ما صامته، وعليها أن تفطر، لأنها لو صامت كانت كالتي تصلي وهي غير متطهرة، حيث تلبست بعبادة فاسدة، وذلك محرم باتفاق العلماء. ودليل حرمة صيامها ليس نصا صريحا في كتاب أو سنة، وإنما هو إجماع الأئمة والمجتهدين بناء على ما أثر عن العصر الذي يؤخذ منه التشريع. أما القضاء فجاء في رواية البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال بعض العلماء: مفهومه أنهن ما كن يصمن ولا يصلين عند وجود الدم، ولو جازت صلاتهن وصيامهن لنقل ذلك للحاجة إليه. فالخلاصة أن صيام المرأة حرام إذا كانت في دورة الحيض أو النفاس، والله أعلم.